الخلع وجمقان الخلع أولا تعرفه، مش معنى إزالة النكاح مقابل عوض. ابن رشد في كتابه بداية المجتهد الجزء الثاني صفحة 78 إنات الخلع بذل المرأة العوض على طلاقها. أكتنا يرقاز ده شو السبب؟ أكتنا يرقاز جريف والهارك شرهق شرهقك جملة وتفصيلا داين ورزمي غالع من ألك ما يثماش شو سنظه يا مدام كم يهضو ربي ألور نيل لهم صبض ماذا الكره هني المؤقت صاريف مرابز ماك الكره تنطوثيش يوباس يومين سمانة عشر أيام ذي لابيرو دينا كن الحيض مرات مرات سينيث مرات سينيث كيف توحمل المرأة معليش صاريف ميل كره متجذر ذي وزميلة ذينا مثنية يدخل مغ الخلع أستفكر خطر ضربيش ديننا ورد والله ديركت مو ثانيا مشروعيته أمشي إلى الليجيتيم الآية ربي الناد فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سورة البقرة الآية 229 للقرآن الكريم. القرآن الكريم لوجيك لوجيك إنا شما الخلافة الكلام شطوح سعنا الخلاف وكذا فلوس الخلاف يا روان نمشين والله دائم فضولي والسلام عليكم دائم ولو كان القيمة العشري ذي هذا تشغل حقوقيش وما تشغل حقوقيش أعصيغ ربي سبحانه التهدف في لسان ربي سبحانه ألور مثل ما يشتمتوثيك كا هذا لا شرعي في كيس الحق باش كيس الحق الآية سلامس إلا يون قرنس ثابت بن قيس وجي ثسات مطوثيس غرب في صلى الله عليه وسلم ثنيس يا رسول الله حديث صحيح ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولك تمطوثتو رب الله ذلك ودنال فلس المنكر خاطئين غلفاطل ثنيس يا رسول الله أرجازي وستحسف غارة وستلوم غارة فين يعني الدينيس الدينيس ما شاء الله ذا دياني يتسقض ربي طايع على ربي غمزة لبيان ما شمثوا رأي الصر بيث مثلا إن كل قول استقبل غلم مينيموم خمسة حالات خمسة نسكران بيهضو ربي العذابيس هذه روح يوندى سكرانا لروتور يرنتي وث يرنتي يرقم يرنتي سقصر يا يعني تظن مسكين تمازلها صابرة وزكا لكوستيني فرويين ذنتا ذي رفاط الفلاس وليث كان يتعدي الحيفي ونوصي وثالث مثلا ثنائي دار قازي وتدحكو حكي غسيل بمكانكي قبل خمسة سنوات نصف سنوات ثنائي يوسد غوري كرمكم الله يتسود الخمر سخان إني غسكي هور بسوفغي سكر غيب الرامي بخان خاطي إني سكا يغال إني يسد حمارة دي السرفين أكدن دوكالي هو إني سيه ضعضة مكدار قازي يغال الصوت الشيطاني صاريوث الدرجة هذا السيسويت مطوثي سأين حرم ربي سبحانه أسي خدم ذاك السيميس نسات مسكين تغلقي ميس تغلقي ميسا كابا شريقيت وكتشمارا يغال الشيطان ساشو سينا إني يسغل قاسان زرنس ثورة ما تغلقي ميس أتسيريس بيريس ونزارن نسا خاطي تغلقي ميس مكا بعد أسي خدمك أتسدي شوية ميسا تكشم في قيث أسيس من بعد سقسيت إنك وش اللي قر الشرع إن كيني السويغ في مقوى شوية بين حرم ربي بالسيف طبعا الناحية الشرعية ما عندهاش غرام إثم مثل لس الوضو وتعوذ الوضو وعلى بالكم الفقهاء باتفاق إنك الخمر لا مفهوم ما يليون خطأ 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 وبشرط السكرارة يتصور درجة السكر تم توثم ثقي سؤال النقي مدى بعض القطرة تكشم وسار الإثم عند ربي سبحانه مثل لس الوضوء من طلوة التعوذة يعني ثوران زرا شو يقدرون ذي المحنين دوني كيث مثلا ثقين أسمي دوسا النبي صلى الله عليه وسلم ثنية سنفي عليه الصلاة والسلام ثنية سرقزي ذا دياني ينتقوض ربي ما شاء الله ذهوني ساعة الأخلاق يتوربنا إلسا زيضان أخلاق العالية ولكن ناس ولكنني أكره الكفر في الإسلام ذا شو الناس كفر في الإسلام
ماشي الكفر الملة، لا، كفر النعمة. خدمة سازالي ثنيسان ربي سبحانه، ثنيس يا رسول الله ماذا مرقزاكي شرايث ولي وفغي ولي وكذا، لو كان القيمة ضعي شغيس وتطبيق التهديف ثنيسان ربي سبحانه واستكال حقوقيس ثقاب باش تحصو ربي في النقطة ياكي ثقف الخير ذرو ولا تكمليس ماشي سوف لا يشبح يرقم داخل مثل دغيركا يا مزوق من المرة واش حرك من الداخل اسميس دحكا المضر رئيسين في صلاة ريس لما وسينا لا بالسيف لما تكمل ضرق يزيم يبغى كم يقبل كما لا إناس أطاروا الدين إليه حديقته خطر انتنا سميت يوغ لضوتي مستعمم في يونس ذا شوت يفكي يستبحير يكرميت ثناس نعم ثناس قفل غسر في بحيرتيس ولكن المهمة يسرح النبي عليه الصلاة والسلام إناس طلقها تطليقا إناس فروياس يفراياس تم تفرح بقفريديس انت روح بقفريديس ولكن أشحال الحيض تعتد بحيضة واحدة ماشي يمس مطوثرة يفري ورقاس الفغيس تاقي ساعة ثلاث قرو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ما إلا تمسى تاقي الخلع يوث فقط من إفرايس السمسة أدياس الحيضينس مزديث ذيل طريقة واحدة قرأ واحد قرأ حيضة واحدة تكفي إما إلا أرجاز يضرب زيادة ماشي كي تعمل من السماء دم هنكيني أختم سنية أساقي اسمه الحمي يفران الحمي يفران ألور بشام سرحة غد فكر 200 مليون 200 مليون أنت ستعمل في كيس بلك مليون 500 ألف ميلوكازيون إذا غادي يخدم كاش بروجي ديال الاستثمار ألور الناس عملوا لا مادام يفيك من ربي كوفيراج ألور أم سرحة من هكا 200 مليون العلماء إنك الأصل أنه لازم يكون المهر فقط مقدار الصدق نغ ميل على حسب المهر قلان ذي الوقت الني من لا يغلط قبل 10 سنين المهر بس وقت الحكم نغ زماتي زيادة ما تقبل التساف ما تقبل زيادة الإمام مالكينيش ولكن هذا يتنافى ومكارم الأخلاق ماشي تيروكزا ماشي تيروكزا سيتا دير هاثا ثمطوثك ثبغارو ثبغارو والسلام عليكم ولكن الشريعة الناد في ثمطوف ما تشيث سبثة مش توحد لغات سلحي والقازيس ألا ميلة سعى السبث حين قرانين الله غالب الحديث إنك الأرواح وجنود المجندة ما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف أيث مثلا قول السليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.